الأستاذ خالد الإتربي الناقد الرياضي ورئيس القسم الرياضي بالشروق بينورنا ويشرفنا في حلقة الكلام في الميديا النهارده. أستاذ خالد أهلا بيك. أهلا بيك أستاذ زميل وكل مشاهدين قناة النادي الأهلي. عامل إيه أخبارك إيه؟ الحمد لله تمام كله تمام. خليني سريعا أقول لحضراتكم نتائج الدوري الإنجليزي. المباريات خلاص بعضها انتهى وناقص مباراة بس هي اللي لسه ما انتهتش، مباراة ليفربول وأستون فيلا. خليني أقول لحضراتكم النتائج النهارده. المباراة طبعا الأولى كانت بورنموث ومانشستر يونايتد، خلصت 1-0 لبورنموث. المباراة الثانية خلصت ما بين أرسنال وولفرهامبتون 1-1. أستون فيلا وليفربول في الدقيقة 93 ليفربول تقدم 2-1 بعد ما جاب هدف التعادل عن طريق روبرتسون في الدقيقة 87. ساديو ماني عمل أسيست للهدف الأولاني وجاب الهدف الثاني يعني. ف 2-1 دلوقتي ليفربول وبيحافظ بهذه النتيجة على فرق النقاط مع مانشستر سيتي. برايتون كسب نوريتش 2-0 ومانشستر سيتي فاز 2-1 وشيفيلد يونايتد 3-0 وويستام ونيوكاسل 3-2 لنيوكاسل. وناقص مباراه واحده تتلعب النهارده ما بين واتفورد وتشيلسي، ده هيكون الساعه 7 مساء. كيف النتائج دي؟ لا هو اللي يهمنا دلوقتي مباراه ليفربول واستون فيلا. انا شايف ان النتيجه دلوقتي واجهه مصريه النهارده يعني النتيجه اسعدت المصريين يعني. تخيل يعني هو اسعدت المصريين يعني ده وجهه نظري يعني دلوقتي ليفربول كسب وتريزيجيه جاب جون يعني كل كده طلعنا بكل المكاسب. محمد صلاح خرج في الدقيقه 65. بغض النظر هقول لك على حاجه، انا فكره ان الموضوع اختلف تماما دلوقتي سواء محمد صلاح موجود او لا، لان ده بالنسبه لي انا شفته على خلصت رسمي خلاص شفته على ارض الواقع يعني. في مباراه كاس الاتحاد الانجليزي المباراه اللي فاتت كان ليفربول ببدلاء وكان اصلا محمد صلاح بره القائمه تماما والناس عارفه ان محمد صلاح بره القائمه. عايز اقول لك ان لما ليفربول كسب الشارع كله فعلا. كان صوته عالي جدا فرحا او ابتهاجا بفوز ليفربول. فالفكره فكره الناس بقت بتفكر ان ليفربول ده بتاع محمد صلاح وتريزيجيه هو جاب الجون اول مباراه ليه في ليفربول، اكيد هيتم تسليط الضوء عليه اكيد الفتره اللي جايه خاصه هو عمل مباراه كويسه. فعشان كده بقول لك هي نتيجه تبسطنا وتفرحنا اكيد، وان شاء الله نتمنى ان كل المحترفين وكل اللاعبين هيكونوا كويسين وواجهه مشرفه لينا. ممكن تكون دي انطلاقه تريزيجيه في الدوري الانجليزي، هدف وارد جدا طبعا هدف ليه. طبعا قصه انك تجيب جون وفي ليفربول المفروض ان هو الوصيف البطل اللي فات بطل اوروبا هو المتقدم دلوقتي هو اللي في الصداره، وان يكون اول اهدافك وكمان هدف جميل بالشكل ده فيه ثقه لا طبعا هيديله. انا متوقع لتريزيجيه ان هو ان شاء الله بعد هدف النهارده والمفروض ان هو يبني على كده بقى. المفروض ان تريزيجيه يبني، انت حققت المكسب لابد انك تبني عليه، كان في انتظار النقطه دي فلابد ان هو يعدي. مشكلته دايما في اللمسه الاخيره بس تريزيجيه دايما واعتقد ان المفروض ان اي مدير فني عايز يطلع منه كلها. على فكره محمد صلاح كان كده، كان ازمته كلها كده، بس محمد صلاح اشتغل على نفسه كتير. فاحنا يعني يا ريت تريزيجيه برضه يشتغل على نفسه كتير ويطور اي حاجه هو شايف هو ان هو ناقصاه او عايز يزودها يعني الفتره اللي جايه ان شاء الله. صلاح اللي فرق معاه في الموضوع ده سباليتي اعتقد الدوري الايطالي. سباليتي والرغبه والرغبه لا طبعا الرغبه بتفرق رغبه اللاعب بتفرق كتير جدا. عايز اقول لك ان محمد صلاح طلع في جيل كان معاه لعيبه كتير يمكن احرف منه وامهر منه كمهاره، بس دلوقتي اعتقد ان هم مش موجودين على الساحه او في انديه طبعاً. بعيد عن الضوء. ومحمد صلاح فين؟ الفرق كله انت عايز ايه؟ تقييمك لمحمد صلاح من بدايه المستوى، اتكلمنا على تريزيجيه بقى يعني، شايف محمد صلاح من بدايه الموسم تقريبا هو لعب بعد ماتش النهارده 10 ماتشات هي دي الجوله ال 11 بس هو لعب 10 ماتشات طبعا مباراه مانشستر يونايتد. في ال 10 ماتشات جايب 5 اهداف، شايف ان ده معدل طبيعي بما انه هداف الدوري الانجليزي على مدار الموسمين فاتوا؟ طبعا ومش هنحكم مش هنحكم دلوقتي على موضوع المعدل، لان محمد صلاح كان بدا برضه الموسم اللي فات بمعدل قليل شويه وبدا يزيد في الاخر. الفتره دي بالنسبه لمحمد صلاح اعتقد البدايه دلوقتي افضل من بدايه الموسم اللي فات كمان عطلوا الاصابات اللي كانت اللي اتعرض ليها. عايز اقول لك محمد صلاح بقى في مكان تاني بقى في بعيد عن التقييم يعني. طبعا هو مفيش حد يعرف تقييم وقتي بس خلاص هم مش في مرحله دلوقتي اثبات الذات، هو دلوقتي في مرحله انه ينتقل من الرابع او الخامس للثالث او الثاني وليه لا يكون الاول. هو ده المرحله اللي فيها محمد صلاح يقدر بس يقلل شويه من فكره الانا يعني يقللها شويه يعني. بمعنى ايه؟ ايه هو ايه اللي عمله عشان يبقى الانا؟ لا محمد صلاح لما يدخل فيها عامل ايه؟ لا عامل كتير بس يعني هو يعني عامل كتير بس المفروض الحاجات العمليه دي البعض بيقول لك حقه ان هو يتكلم في يعني شايف في بعض السلبيات كانت المفروض ان هي ما كانتش تحصل واعتقد انها كانت بتؤثر حتى على ذهنه على تفكيره. طبعا هرجع اقول لك تاني ان كل واحد ليه حساباته وهو شايف ان حساباته اللي هو ماشي بيها هي اللي وصلته لكده، وممكن يكون شايف ان احنا مش شايفين
اللي هو شايفه، وممكن نكون شايف اللي هو مشي بحساباتنا احنا ما كانش يوصل اللي هو المرحله فيه، هو شايف حاجه واحنا شايفين حاجه. اعتقد ان في الاخر النتيجه النهائيه هي اللي هتحكم مين اللي شاف صح. وفي النهايه احنا بنيجي بنتكلم عشان مصلحه محمد صلاح طبعا، مش عشان مصلحتنا احنا. في النهايه محمد صلاح ما يكون كويس ده بيفيدنا احنا، يعني بيفيد المنتخب وبيفيد هو وبيفيد اسم البلد ان هو يكون موجود فيه. لكن احنا بس نتمنى ان هو يركز في الحاجات اللي بتاثر فيه في الملعب وبيكون نتيجتها موجوده يعني ان شاء الله ان شاء الله. طب خلينا نروح نتكلم على الاهلي بقى، ده الاهم بالنسبه لنا طبعا. المعسكر النهارده اليوم الثالث للمعسكر، اكيد متابع الاخبار كلها هناك، بتشوف مدى اهميه الفتره دي بالنسبه للنادي الاهلي من خلال المعسكر في دبي. بص خلينا نتفق ان المعسكر، اي معسكر بيتم خاصه خارج مصر، ده بيكون ليه فوائد كتيره، منها كسر حاله الملل، بمعنى التوقف طويل. اه فعلا طويل، ولعبتك موجوده معاك، وبعدين انت مش عارف دلوقتي حاليا المنتخب الوطني والمنتخب الاولمبي، يعني دلوقتي المعسكر شغال بدون لعيبه الاهلي، شغال بدون لعيبه بيراميدز، بدون لعيبه المصري. فانت دلوقتي خدت لعيبتك معاك، كسرت بالنسبه لهم حده الملل، خليتهم موجودين معاك اطول فتره ممكنه، خليتهم موجودين مع المدير الفني اللي هو اصلا ما كانش واخد وقت طويل علشان يملك كافه ادواته. سيبك من كل النتائج الايجابيه اللي حققها، سيبك من كل الاداء الممتع اللي حققه، لكن برضو انا شايف ان هو ما خدش الوقت الكافي كتاهيل وكان يحط ايده على الاوراق المهمه ويعرف حتى لعيبه ما كانتش تحت عينيه، لعيبه ما كانش عارف يشوفها بسبب ضغط المباريات، وان هو دايما بيبص على اللاعب الجاهز دلوقتي او اللاعب اللي قادر ينفذ فكره او اللاعب اللي قادر يحقق له الفوز في او يحقق له اهدافه. دلوقتي عنده الوقت، كل لعيبته موجوده، فعنده الوقت انه يدي الفرصه لكل لاعب موجود. علشان خد بالك انت في مرحله اي فريق، مش عشان نخصص كلام عن النادي الاهلي، اي فريق دلوقتي لما بتدخل على يناير او بتدخل على الصيف بتبقى عندك مرحله تقييم، خاصه انك بتكون طبعا عايز تدعم فريقك، والنادي الاهلي اكيد هيدعم فريقه زيه زي اي نادي بيدور على احتياجاته. فانت لما هتيجي تدعم فريقك لابد انك هتشوف مين العنصر اللي هتضيفه ومين العنصر اللي هتستبدله. فكل الحاجات دي بتديك الفرصه، او معسكر زي كده بيديك الفرصه انك تبص على كل لاعب، ما تظلمش لاعب. كل لاعب في النادي الاهلي، وده مش مجامله لاي حد، يستحق التواجد في النادي الاهلي طبعا. لكن كل او في اي نادي المفروض، لكن كل مدير فني وله حساباته. فالحاجات زي الحاجات زي كده بتكون مفيده في المعسكر. مش شايف ان في ناس بتقول لك ان لابد ان يكون في مباراه عشان كده يحقق اهدافه، لما يكون في تدريبات لمده اسبوع من غير مباراه وديه برضه التدريبات تحقق اهدافها، خصوصا لسه في فتره طويله في كمان التجمع، وجود اللعيبه مع بعض في تجمع ده بيخلق حاله من زي ما بيقولوا الانسجام اكتر، الالف اكتر. لو في لعيبه بسبب ضغط الماتشات كان في مثلا نرفزه، كان في ضغط عصبي، كل ده بيهدى، كل ده ما بيكونش موجود. بس فانا شايف ان المعسكر اعتقد ان شاء الله هيحقق اهدافه، وان هو كان مفيد على عكس بعض الناس اللي ممكن تقول انه مش مفيد يعني. في الحقيقه العلاقات ما بين الاهلي المصري واهلي دبي في الحقيقه دايما مميزه يا خالد، واكيد انت متابع تصريحات كابتن سعد عبد الحفيظ واشادته بالمعسكر بشكل كبير، وشكره كمان لنادي شباب اهلي دبي النهارده. هو الحقيقه العلاقه بيننا وبين مصر وبين الامارات عامه بشكل عام علاقه متميزه جدا. برضو علاقه النادي الاهلي بشكل خاص بكل انديه الامارات وبالانديه اللي بتستضيف وبترحب بوجود النادي الاهلي علاقه محترمه جدا. النادي الاهلي، عايز اقول لك النادي الاهلي مطلب وجوده في اي مكان، النادي الاهلي ترند عالمي، النادي الاهلي كل الناس تحب انه يكون موجود معاها. فعشان كده دايما النادي الاهلي بيكون حريص على مقابلة الحب ده ومقابلة الحفاوة دي برضو بنفس نفس الشكل وبنفس القيمة اللي بتكون موجودة. فده شيء مش غريب لا على النادي الأهلي ولا على أشقاء في الإمارات. شباب أهلي دبي طبعا، يعني طبعا ده المسمى الصحيح يعني. طيب عايز أتكلم معاك بخصوص تصريحات صالح جمعة النهاردة، أنت أكيد سمعتها، رأيك فيها إيه؟ من ناحية تصريحاته بشكل عام، الراجل اتكلم في تركيزه مع النادي الاهلي خلال الفتره الحاليه، اتكلم في بطوله دوري ابطال افريقيا ومدى اهميتها، اتكلم كمان في جزئيه مهمه قوي ان هو اللي بيقدر يرجع نفسه
وبتصرفاته او بعدم تركيزه، عشان نبقى واضحين في وعندنا دقه يعني في الكلمات، عدم تركيزه هو اللي بيبعده شويه عن الفريق. فهو بيقول ان انا الفتره الجايه مركز جدا وان شاء الله هرجع اكون اضافه للفريق. يعني تصريحات كانت مهمه النهارده، وعلاقته كمان مستر فايلر وان الراجل مبسوط منه في التدريبات وكل هذه الامور، يعني رايك ايه؟ طيب خلينا نتكلم في الموضوع ده من شقين. اتفضل. الشق الاول لابد ان احنا نسمي الكلام اللي بيقوله صالح جمعه ونقول له ده كويس استمر، ولازم انك تعمل كده ولازم تعمل على كده، واحنا مستنيينك. انت لاعب مهم، مش لاعب مهم للنادي الاهلي بس، انت لاعب مهم لمنتخب مصر، لاعب تحب تشوفه، لاعب يمتعك ككوره، لاعب كل الناس بتتمنى اللحظه اللي هو ينزل فيها الملعب، لاعب خد مسانده كبيره جدا من كل الجماهير، علشان لولا ان هو لاعب يملك من الموهبه ومن المهاره اللي مكنته من الوصول لقلوب الناس ما كانش حصل الكلام ده. الشق الثاني اللي بتكلم فيه لابد ان احنا برضو نقول لصالح ان مش اول مره تقول التصريح ده. يعني بغض النظر لازم الناس تعرف ان انا هنا ما بنتقلش صالح جمعه. انا هنا المفروض ناصح امين لي. ده مش اول تصريح لصالح بنفس الشكل. فلابد احنا بننصحه، لابد انك تركز اكتر، لان احنا اللي محتاجينك. لو انت ما كنتش واخد بالك من كده، لا النادي الاهلي محتاجك. لا وهو محتاج الاهلي اكتر برضه. طبعا احنا كجماهير. كجماهير الناس طبعًا. كجماهير انا كناقد رياضي بحب على فكره احنا بنحب نشوف كره حلوه ونقدر جدا اللاعب. على فكره اللاعب الموهوب في الزمن اللي احنا عايشين فيه بقى قليل جدا. دايما بتلاقي اللاعب المصنوع، اللاعب المصنوع ده مش وحش على فكره، اللاعب المصنوع ده يقدر ويحترم لانه لاعب وبقى عنده 50% امكانيات وبيقاتل علشان يوصل لمرحله معينه، بيقاتل علشان يكون كويس جدا، بيقاتل علشان يعوض نقص الموهبه اللي عنده. في ناس بيبقى عندها موهبه بنسبه 90% وتخاذلها وتراجعها بيكون كده. انما صالح نتمنى ان هو يكون ان شاء الله يكون كويس ان شاء الله دايما تصريحاته. انا عايز افرق ما بين حاجتين بس يا خالد بعد اذنك. اول حاجه تصريحات الكابتن سيد عبد الحفيظ من كام يوم في قناه النادي الاهلي بخصوص صالح، وتصريحات صالح النهارده، والتصريحات في الحقيقه تعتبر هي. عايزين نفرق ما بين حاجتين، ان اللاعب غير ملتزم او ان اللاعب مش جاهز بدنيا وفنيا. الواضح لا انا جاي لك عشان بس الجمهور يبقى مين قال ان احنا بنتكلم على ان هو غير ملتزم؟ مش بقول انت. انا بقول بعض الصحف اللي بتتكلم في الجزئيه دي، الناس دايما انت عارف وانت اكيد عارف الكلام ده كويس، البعض بيحاول يخلق ازمات للنادي الاهلي، يقول لك اصل اللاعب عنده مشكله، اصل اللاعب مش عارف عمل ايه، اصل اللاعب عمل ايه. احنا عايزين ناكد على ان اللاعب كان بعيد الفتره اللي فاتت بسبب عدم الجاهزيه الفنيه والبدنيه. بدليل تصريحات الكابتن سيد عبد الحفيظ وتصريحات اللاعب نفسه اليوم، واللي اكد ان مستر فايلر مبسوط من التدريبات وتركيزه في التدريبات. فعشان يبقى الموضوع واضح لجمهور النادي الاهلي ان صالح كان بعيد الفتره اللي فاتت لانه مش جاهز بس. لكن مشاكل اخرى اداريه كلام من ده كابتن سيد بنفسه نفاها. يعني طبعا هو كابتن سيد بص لما يطلع عندك مسؤول في النادي الاهلي بحجم كابتن سيد عبد الحفيظ وبيتكلم عن لاعب في الفريق لابد ان انت تحترمها طبعا، لان هو ده الحقيقي الى ان يثبت العكس. بالظبط كده. لو انت عايز تثبت العكس اثبت انت العكس. أوه. انما النادي الاهلي بيطلع ياكد او ينفي، ده شأن أصيل وحق أصيل ليه. أما صالح جمعة ما كانش جاهز من الناحية الفنية أو البدنية، لابد أن صالح يقاتل علشان الموجود في مكانه برضه لاعب تقيل ولاعب قوي. فالنادي الأهلي ما بيلعبش اللعيبة بالأسماء، النادي الأهلي الجاهزية اللي موجود بيلعب. بالظبط. في لعيبة وراحت المنتخب بين النادي الأهلي وده أنا بقول لك كانوا رقم 2 في المركز، في لعيبة أنا بقول لك الكلام ده على عهدتي يعني كان بيبقوا بعد صالح. لا مش في مركز ثاني، في مركز ثاني. في لعيبة في النادي الأهلي راحت المنتخب المعسكر اللي فات وكانوا رقم 2 في مكانهم. ورقم الأهلي؟ لو الاهلي عنده لعيبه رقم 2 انا بقول لك فالمنتخب كان مصنف ان هو رقم 2 في مكانه، انا بقول لك ده بس قاتل عشان يبقى رقم 1 يعني وبقى رقم 1. ايوه بس طبيعي في منتخب ان انت بتجيب لعيبه من كذا نادي. أيوة. فالمدير الفني وجهه نظره بيصنف ده لعيب رقم 1 ده لعيب رقم ثاني. ده اللي انا بقول لك فيه يعني. اللي بقولك فيه ان لاعب النادي الاهلي ما بيقبلش انه يكون رقم 2 اكيد، فلابد ان يكون عقيده كل اللاعب في النادي الاهلي ان هو ما يقبلش انه يكون رقم 2 حتى لو على مكانه جوه النادي الاهلي. لو بصيت على واحد زي محمود وحيد، وده محمود وحيد نموذج للاعب المحترف اللي عارف هو بيعمل ايه كويس. محمود وحيد ممكن يقعد بالاربع شهور ما بيلعبش خالص. علي معلول هو المتسيد أكيد. الجبهه اليسرى طبعا. وقت ما بينزل محمود وحيد بتلاقي يعني يكاد يكون
وبالك يكاد يكون مفيش فرق. الفروق اللي بتبقى بين علي معلول او بين محمود وحيد هي فروق باللاعب دولي في منتخب تونس، هو لاعب اساسي بيلعب طول الفتره، لكن محمود وحيد لو بياخد هيكون لو بياخد فرص اكتر من كده هيكون في لعيبه كتير جدا بتقاتل. ده اللي انا عايز، هي دي الغريقه، هي دي الفكره اللي انا عايزها تكون موجوده عند صالح وعند كل لاعب على دكه النادي الاهلي. صدقني لو لازم دايما يقاتل على مكانه، لازم يكون عارف ان هو لازم يكون رقم واحد. فبالتالي هتعمل الحيره دي عند المدير الفني. ليه بنتكلم كده؟ عشان انا بقول لك كل لاعب في قائمه النادي الاهلي يليق ان يكون موجود في النادي الاهلي. طبعا لكن عايز بقى تاخد مكانك لازم تقاتل عليه. دي نمره واحد. نمره اتنين، والمهم في عنوان دايما احنا كصحافه بناخده من اللاعب اول ما بيدخل النادي الاهلي. النادي الاهلي تحديدا حققت حلمي بالانضمام للنادي الاهلي. صح. تمام؟ لا، هو المفروض حلمي بدأ بدخول النادي الاهلي. انت حلمك بيبدأ بدخول النادي الاهلي. بعد كده بتشوف طموحاتك بقى. النادي الاهلي حلمك بيبدأ، اكيد في كتير بيجي النادي الاهلي ما بيكونش خد بطولات. لكن الحلم بيبدأ مع النادي الاهلي، قلعة البطولات، اهم مكان يعتبر في افريقيا وفي الوطن العربي، فلابد ان كل لاعب هي دي تبقى العقيدة بتاعته، ان شاء الله الفترة اللي جاية بإذن الله. ان شاء الله باذن الله. واعتقد تصريحات صالح النهارده يعني بتقفل على كلام كتير جدا في الصحف، وتصريحات الكابتن سعد عبد الحفيظ ايضا من كام يوم في قناه الاهلي بخصوص صالح جمعه، باذن الله يكون اضافه قويه للفريق خلال الفتره ان شاء الله اللي جايه باذن الله. طيب بعد ما تخلص الفتره دي معسكر والتدريبات اللي هتكون في القاهره وكلام من ده، هتخش بقى على دوري وهتخش على افريقيا. ده لسه شكل المنافسه لسه. بس هي دي اول التحديات اللي هتقابلها. شكل المنافسه في الدوري هتشوفها ازاي؟ شكل المنافسه في دوري ابطال افريقيا بتشوفها ازاي؟ المنافسه في الدوري اكيد صعبه، بس احنا لسه في البدايه. عايز اقول لك لسه مش عارفين نحكم عليها بعد ما كل الفرق ترجع بقى. صح. للمنافسه، مين هيكون راجع بكل جاهزيه، مين هيكون اوراقه كلها سليمه، مين لا قدر الله هيكون اوراقه مثلا تعرضت لاصابه، متغيرات كتيره طبعا ممكن تحصل. عشان كده كان بعض جماهير النادي الاهلي زعلانه من التاجيل، لان زي ما بيقولوا العجله دايره. الفريق ما شاء الله بيكسب وبيأدي اداء كويس ممتاز. فانت وقفت الموضوع، لكن ان شاء الله نتمنى ان، وعلى فكره ده فايده من فوائد المعسكر اللي بكلمك فيها. انك تفضل على حاله الشحن اللي موجوده والتحفيز اللي موجوده للعيبه. هيخرج منك لعيبه تروح المنتخب الاولمبي او المنتخب الوطني، لكن وجود الشحن ده ودايما اللي موجود اللاعبين البدلاء اللي مش البدلاء بالنسبه اللي مش موجودين، قصدي اقصد في المنتخبات، ده انا شايف ان الشغل عليهم هو اللي يكون اكتر الفتره اللي جايه. مش علشان انت مجبر عليهم او هم اللي موجودين بس اللي معاك، لا، عشان هي دي العناصر اللي هتوقفك على رجليك لو اي عنصر من العناصر اللي براك حصل له حاجه طبعًا. او رجع لك مجهد او رجع في عنده اي مشكله، فلازم الشغل عليه يكون قوي. والمفروض ما نشوفش ان الاستعدادات او التدريبات من غير اللاعبين الدوليين هتبقى ضعيفه او مش كويسه، لا، ده اهم تحدي للجهاز الفني هو تجهيز اللاعبين الموجودين معاه غير الدوليين. طيب في بعض الملفات برضو اللي الناس بتتكلم فيها خلال الفتره الحاليه يا خالد، بالتحديد فيما يتعلق بتجديد رباعي الاهلي لعقودهم مع الفريق، شايف ان الموضوع واخد حجم اكبر من حجمه شويه، ولا بتشوف الملف ده ازاي؟ خصوصا النادي الاهلي دايما بيختار الوقت المناسب لفتح الملفات، يعني انت كناقد رياضي وكرئيس قسم الشروق والقسم الرياضي بتشوف الامر ده ازاي؟ بص، نتفق او نختلف. هو النادي الاهلي لما يكون في اي ملف بالنسبه لاي حد هو ملف كبير. حلو. طيب. ده لازم طبعا. ليه؟ انت بتتكلم عن النادي الاهلي. لو بصيت على كل انديه مصر بلا استثناء هتلاقي في لعيبه عقودهم بتنتهي، وممكن يكون مش هيكملوا اصلا. تمام. وممكن يكون على يتكتب عنهم خبر او اثنين او ثلاثه على حسب اهميه اللاعب. لكن لو قعدت ترصد المواقع والجرايد الفتره اللي فاتت واللي جايه واللي هتيجي، هتلاقي اول حاجه بتتصدر هو التجديد. ليه؟ انت بتتكلم عن النادي الاهلي وبتتكلم عن الرباعي زي الاخبار كل يوم متشابهه يا خالد، يعني كل يوم انا بقرا نفس الاخبار. احمد فتحي، حسام عاشور، شريف اكرامي، ووليد سليمان. انت بتتكلم عن كل واحد فيهم حاجه، يعني طبعا تاريخ كبير. وفين؟ في النادي الاهلي طبعا. فطبيعي، عايز اقول لك ان ده مش عيب، طبيعي ان الكلام يكون كتير، حد يكون عنده مصدر يقول له مثلا ان في لاعب هياخد كذا هيعمل،
خلينا نحترم كل واحد طبعا بيقول الاجتهادات ما فيهاش مشكله. طب بقول لك ناخد منك انت الاخبار بقى الجديد ايه. لا اللي اعرفه انا بشكل شخصي ان الاربعه مكملين معانا الله باذن الله، وان اي ده اللي اعرفه بشكل شخصي بعيد عن البرامج يعني طبعا اكيد ده معلومات على مسؤوليتك. الاربعه مكملين في النادي الاهلي. النادي الاهلي اكيد ليه توقيت معين، والنادي الاهلي شايف شايف ان مفيش لاعب فيهم هيخرج بعيد عنك. يعني لا هو عارف ان كل واحد فيهم باقي عليك وانت باقي عليهم طبعا، فالامور دي دايما بتحل ما فيهاش اي مشاكل. وهنلاقي خبر معروف بعد كده مثلا بعد اسبوعين ثلاثه ايا كان، فتحي يوقع على بياض، حسام عاشور يوقع على بياض، دايما بنلاقي الخبر ده. الاخبار دي بشوفها من حتى من قبل ما اشتغل صحافه او على مدار السنين كلها، دايما بيكون في الكلام ده، في ازمه في التجديد لفلان، في مشكله في التجديد لفلان، وفي الاخر بتلاقي التجديد باستثناء بعض الحالات اللي تتحمل مسؤوليه نفسها. بس هي دي وزي ما بقول لك احترامنا الكامل. وعلى فكره على مدار التاريخ برضو اللي احنا كمتابع وكناقد ومتابع اللي النادي الاهلي بيحتاج كل لعيبته وكل عنصر فيه، لكن في النهايه اللي بيختار اي اختيار تاني النادي الاهلي بيحترمه. بس اللي التاريخ بيقول ان اللي بيختار اي جانب اي مكان تاني هو خسران، هو اللي بيخسر. بس فاكيد هي استفاده متبادله، لكن في النهايه النادي الاهلي التاريخ اللي بيقول كده مش احنا بيقول كده، ما بيقفش على اي لاعب ايا كان. اكيد ايا كان منهم اكيد، بما فيهم رمضان صبحي اللي الناس بتتكلم على انه جاله عرض من ايطاليا. رمضان صبحي مكمل مع النادي الاهلي لحد دلوقتي موسم اعاره. بس ليه الكلام بيبقى بدري كده على اللعيب؟ رمضان عنصر مهم، تطور جدا في الفتره اللي فاتت. لازم لو هو لاعب حتى مش في فريق انجليزي وبيلعب عندك، لا لازم اي حد يشوفه، ولازم طبعا ولازم يكون عليه كلام. ولازم احنا نستقبل الكلام ده بصدر رحب ونتكلم وعادي مفيش مشكله. ولازم يكون في تاهيل مع اللاعب وكلام مع اللاعب ان انت يا ريت ما تاثرش بالكلام ده، حتى لو هتمشي برضه ما تاثرش بالكلام ده. ورمضان محترف، لاعب محترف وطلع بره. بس ده بقى اللي انا عايز اخده منك، ان رمضان لاعب محترف وبيلعب مع نادي كبير زي النادي الاهلي، فبالتالي الامور مش عايزين ننسى ومش عايزين ننسى كمان ان هو معار من فريق انجليزي. يعني هو اصلا في الاساس يعني النادي الانجليزي هو يملك عقده. ففي النهايه المفروض ان احنا نتعامل مع الموضوع بحكمه شديده جدا. ورمضان على فكره ورقه مهمه، والنادي الاهلي مش هيسيبها بسهوله. بالظبط. ولو حصل النادي الاهلي اكيد اكيد عامل بلان بي، عامل الخطه البديله انه هيكون في لاعب بديل ليه. انت عندك في اثنين لعيبه للنادي الاهلي يحق لي ان هو يتعاقد مع اثنين لعيبه في يناير. صح. فاكيد اكيد كل الامور دي. بص النادي الاهلي منظم، ما بيسيبش حاجه للصدفه. صح منظم خالص. يعني الفتره اللي فاتت كلام كتير كانت قال اصل لعيبه الاهلي ما خدتش مستحقاتها، الناس بتركز معانا ليه. النادي الاهلي ما فيهوش الكلام ده. النادي الاهلي ده بقول لك دي معلوماتي انا، تمام. النادي الاهلي ما فيهوش الكلام ده ابدا. النادي الاهلي كل حاجه فيه منظمه، كل واحد في الفرقه عارف هياخد مكافئته امتى، عارف هياخد مكافئه السوبر امتى، عارف هياخد مكافئه الدوري امتى، ايا كان كل واحد عنده عارف. في سيستم، في نظام بيحكم النادي الاهلي. صح. مش ماشي لما يجي لي حاجه هديك، لا مفيش كلام. طيب نروح شويه للمنتخبات الوطنيه، نبتدي بالمنتخب الاول وانا هختم المنتخب الاولمبي لان ده مهم جدا طبعاً. نتكلم عليه في النهايه يعني. لكن المنتخب الاول في مباراه وديه مع ليبيريا يوم الخميس، ومعايا مثلا خبر من موقع الكابتن النهارده بيقول لك ايه، بيقول لك هيبقى في ازمه بين المنتخب الاول والاهلي بسبب اللاعبين الدوليين، والبدري بيطلب التدخل من الجبليه لان اللاعبين الدوليين بتوع النادي الاهلي هيرجعوا يوم الاربعاء ومباراه يوم الخميس، فهو مش هيستفاد بيهم في المباراه الوديه. بتشوف الجزئيه دي ازاي لو كان ده حقيقي يعني؟ والله هو الموضوع ده مشكله الكابتن حسام البدري مش مشكله النادي الاهلي. مشكله كابتن حسام البدري طبعا. طبعا اصل هو في النهايه وفي البدايه هو في كده؟ لا طبعا. هو في كده في الدنيا؟ هو في ان انا اقعد واقول لك انا بدور على ماتش ودي وخلاص مفيش ماتش ودي، وفي الاخر نصحى من النوم نلاقي في ماتش ودي؟ مفيش الكلام ده. زي ما المفروض الكابتن حسام بدري كمدير فني قبل اي حاجه خالص، وكان مدير كوره في النادي الاهلي، وعارف السيستم الاداري بيشتغل ازاي، عارف الامور بتمشي ازاي. اطلب من فلان تدخل، اطلب من اتحاد الكوره تدخل، ده اسمه تصدير مشاكل. انا بقولش على فكره برضو ده لو خبر حقيقي. كل واحد انا بناقش الخبر بالظبط كده، مش بناقش كده. فلو صح الكلام ده لا طبعا مش من حق. سيبك بقى، بص انسى منطق حكم الامور بعادات العرب. معلش عشان خاطري، واصل انا ما كنتش واخد بالي، طب خليها عليك المره دي.
دي مرحله ونسيناها. المرحله دي كانت المرحله اللي فاتت وللاسف بنمشي بيها بنفس. على فكره على مستوى الاجهزه الفنيه وعلى مستوى الاداره وعلى مستوى احنا ما عملناش حاجه في الكره المصريه خالص غير ان احنا غيرنا وجوه بس. بس يعني انت شايف كده؟ هو حد تاني شايف غير كده؟ ممكن في وجهات نظر مختلفه والله، يعني نفسي اناقشه. انا نفسي اتناقش مع اي واحد شايف ان في تغيير حصل على المستوى الاداري والفني كله. انا نفسي اقعد اتناقش مع اي حد ويقنعني، حتى لو اتحاد الكوره، حتى لو في الجهاز الفني المنتخب، يقول لي ايه اللي جد او انت عملته من ساعه ما جيت. طب هل ايه اللي انت عملته ما عملوش اللي قبلك؟ طيب خليني انا مكان اتحاد الكوره مثلا، اتفضل، او مكان الجهاز الفني. هل المنتخب او الجهاز الفني لحق ان هو يتولى المسؤوليه؟ هو مباراه وديه الوحيده اللي لعبها. حلو. هو ما لحقش انه يتولى المسؤوليه. مش هو اعلن ان مفيش ماتش ودي؟ هو كان اعلن ان في محاولات مع جيبوتي وليبيريا. يعني هم قالوا كده، احنا بنعمل وبعدها محاولات. لا وبعدها قال لك جيبوتي رفضت، وبعدها طلع ان مفيش ماتش ودي خلاص. وبعد كده قال لك ان في ماتش ودي. مفيش كلام ده. في وقت زمني محدد ببعت فيه لاتحاد الكره ده واتحاد الكره ده خلاص، وبقول لهم لو سمحت رد عليا خلال 48 ساعه. انا بكون عامل البرنامج بتاعي في خلال 48 ساعه على اساس ان في رد او مفيش رد. بعد ال 48 ساعه بكون عامل برنامجي ومبلغ بالانديه، برنامجي بعد ال 48 ساعه هيكون كذا 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 كذا. جالي رد ما جاليش رد، لا شكرا. ايه ذنب النادي الاهلي في الموضوع ده؟ يعني الاهلي عنده معسكر ولا الاهلي بس انت وراجع انت ولا بيتكلم على كل الانديه بس كل الانديه بيتكلم على الاهلي كل قصدي كل الانديه كل الانديه. على فكره برضه عشان يبقى موضحين للناس، المنتخب الاول الهدف الاول بالنسبه لنا كلنا ولازم نسانده وفوق الانديه كلها، مفيش نقاش في الموضوع. الكلام ده ممكن على فكره الكلام ده ممكن يكون مقبول لو حصل، طبعا لو يكون مقبول لو لعيبه الاهلي مثلا بتتدرب مع نادي الاهلي وانت قلت لهم طب تعالوا لي تعالوا لي ثلاث، لو واقف مثلا بيتدرب كل يوم في التتش، طب تعالوا لي ثلاث بدل الاربع، طب تعالوا لي الخميس الاربع بدل الاربع بدل الخميس. انا ما اكونش بره وحاجز وعامل ومواعيد معروفه. طب اقول لك على حاجه، طب انا كنت كان ممكن ما اعملش معسكر لو اللعيبه بتاعتي هتسيبني بعد يومين ثلاثه. صح صح. ما اعملش معسكر. هو مين اللعيبه اللي انت عايزها؟ انت عايز لعيبه اساسيه معايا وباني خطه عليهم وهقول لهم على الجمل وهقول لهم على الخطط اللي انا عايز اعملها وكل حاجه. لو انت عايز تاخدهم مني في توقيت غير التوقيت اللي انت اتفقت معاه، كنت اكيد حساباتي ممكن تبقى مختلفه. فما تكون ده لو صح الكلام، ده لو صح طبعا لو صح الكلام نتكلم، لو الخبر صحيح بنحلل. ما تخليش العشوائيه هي اللي تدير النظام. يعني ما يكونش في طرف منظم وطرف عشوائي، تمام. هو يكون المتحكم في الامور ويجبر العشوائيه على المنظم. زي ما حصل بالظبط في موضوع اللي احنا مش عايزين نتكلم فيه تاني، موضوع القمه. زي ما بقول لك، ما تعاقبش المنظم. تحمل مسؤوليه العشوائيه اللي انت خلقتها. حلو، تحمل مسؤوليتها. طيب بمناسبه القمه والموضوع اللي انت مش عايز تتكلم فيه، متوقع ان دي تكون اخر ازمه في الكره المصريه؟ لا. مش متوقع. لا. يعني يبقى في ازمات ثانيه كتير. زي ايه؟ لا كتير. يعني استنى بس، عشان في ازمه مهمه قوي ممكن تحصل لازم نركز عليها. بيقول لك الاستبدال، وفي بعض الانديه عايزه تغير اللائحه. حلو. هل ده هيبقى منطقي؟ هل ده هينفع؟ ما هو ده لو نفع يبقى احنا زي ما بقول لك ما نكملهاش احسن. خالص بجد والله. واحد من الناس بكون مضرور او بيقع عليها ضرر في شغلك طبعا، بيقع عليها ضرر طبعًا. لما يحصل حاجه في اي في في, في الرياضه. لكن كل لما ادخل مسابقه تيجي تتكلم في اللوائح بتاعتها او عايز تغير في اللوائح بتاعتها، دي مش كوره خالص. هتيجي تقول لي اصل النادي الاهلي السنه اللي فاتت بالظبط، ده اللي بيحصل. اصل النادي الاهلي السنه اللي فاتت ما اعرفش استبدل 7 لعيبه او 8 لعيبه. يا استاذ الفاضل، ما اللائحه السنه اللي فاتت كانت بتعمل كده، كانت بتقضي بده. انت عامل زي بالظبط واحد السنه دي دخل الثانويه العامه جايب 97%، وطب واخد من 98%. خلاص. السنه اللي فاتت كان واخد من 95%. دلوقتي بتقولي لا انا جايب 97%، رجعني اخش طب بتاع السنه اللي فاتت. كلام غير منطقي. ايه العلاقه؟ كل وقت وليها ده زي ما بيقولوا. دلوقتي السنه اللي فاتت كانت لوائحها كده، السنه دي اللوائح بتاعتها كده، وانت ارتضيت. صح. انت قلت انا موافق على النظام ده. خلاص، يبقى تكمل لنهايه الموسم. بس ليه بتقول اجاوب بس عليك عشان انت بتقول لي شايف هيكون في ازمات وليه؟ اقول لك ليه. طول ما بندير امورنا بنظام الاعادات العرب والجلسات العرفيه وعلشان خاطري بدون احترام لقوانين ولوائح واسس بنتكلم عليها، طول ما هتفضل في مشاكل. صح. طول ما انت بتستجيب للضغوط وللصوت العالي برضه هترضخ. طول ما انت مش قوي هتكون مستضعف للكل. لازم تكون قوي
في إدارة الأمور. الإدارة محتاجة قوة في الوقت اللي محتاج فيه القوة، ولين في الوقت اللي تحتاج فيه اللين، مش لين على طول ولا شد على طول. طيب قدامي دقيقتين عايز أتكلم فيهم بخصوص المنتخب الأولمبي. أول مباراة يوم الجمعة إن شاء الله مع مالي، وأهداف معروفة وإن شاء الله نتمنى كل التوفيق للكابتن شوقي غريب، لكن أنت بتشوف الأمور دلوقتي والاستعدادات إزاي وفرص منتخب مصر إن شاء الله في تحقيق أهدافه؟ خلاص الوقت دلوقتي أصبح إن إحنا ما عادش ينفع نتكلم في حاجة غير إن إحنا نتمناهم التوفيق. اللي ذاكر ذاكر. خلاص إن إحنا نتمناهم التوفيق، ولو في أي كلام ممكن نتكلموا بعد البطولة، وإن شاء الله نتمنى يكون كلامنا كله هو كلام إشادة وكلام إن شاء الله بإذن الله. وكلام ونبارك لبعض ونهني بعض بوصول المنتخب للأولمبياد، ونبني بعد كده ونبني على الانجاز اللي حصل، ونسلم المنتخب اللعيبه المهمه اللي حصل اللي طلعت منهم للمنتخب الاول، وانجاز نبني عليه ان شاء الله. ما عادش وانا بطالب من هنا برضو، بطالب من اي حد شايف ان الاستعدادات ما كانتش على الوجه الامثل، شايف ايا كان شايفه وقت الانتقاد عدى انتهى خلاص. ده نفس الكلام اللي قلناه قبل البطوله اللي فاتت للمنتخب الوطني، وكنا بنقول وكنا بنحذر من حاجات كتيرة، كان ده دورنا ان احنا نساند، بس خلاص بقى دلوقتي احنا لازم لابد انك تساند في الاخر. ده منتخبك ومنتخب بلدك، ايا كانت ارائك وايا كانت وجهات نظرك، كلنا نتوحد خلف المنتخب وان شاء الله باذن الله نوصل للهدف المنشور المأمول باذن الله ان شاء الله باذن الله. استاذ خالد نورتني وشرفتني كعادة، ربنا دايما تنور قناة النادي الاهلي منوره، ودايما جماهير النادي الاهلي في الميعاد، وان شاء الله الفترة اللي جاية نكون أفضل وأحسن بإذن الله إن شاء الله بإذن الله. أستاذ خالد الإتريبي رئيس القسم الرياضي بالشروق كان ضيفنا العزيز في حلقة اليوم من كلام في الميديا، واتكلمنا في أمور كتيرة جدا. دي كانت حلقتنا النهاردة، استنونا حلقة جديدة بكرة إن شاء الله. إلى اللقاء.